معنا عبر الهاتف من المنامة عيسى عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين. مرحبا بك سيد حمادي. يعني في بداية تعليقك على ما قالته هيومان رايتس ووتش بأنه يعني اللجنة المشكلة من قبل ملك البلاد لم تحقق التوصيات لمنظمة هيومان رايتس ووتش بعدم الاستمرار في التعذيب، ويعني التوقيف القسري والاستجواب المتعنت والتعامل بقسوة مع السجناء السياسيين. بالنسبة لهذا التقرير سيدتي، أولا منظمة هيومان رايتس ووتش وللأسف الشديد أصدرت تقرير غير متوازن ومضلل، لم يبنى هذا التقرير على المعلومات التي أعطيت لهم من قبل الأمانة العامة للتظلمات في مملكة البحرين، وهي مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، وأيضا وزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة بما فيها وحدة التحقيق الخاصة. بالنسبة لسياسة مملكة البحرين سبق أعلناها في أكثر من محفل، نحن لا نتبنى أي نوع من السياسة التي من الممكن أن تسمح بسوء المعاملة لأي كان، وإذا كانت هناك أي نوع من الادعاءات كما هي موجودة في هذا التقرير وهي ادعاءات باطلة مبنية على إدلاء عدد محدود من الأشخاص بأقوالهم. 20 شخصا حتى يعني حسب التقرير، بحسب التقرير التقت ب 20 شخصا. العالمية في هذا المجال الآن يؤخذ بالأدلة الجنائية وليس بالأقوال فقط. عندما يتم إيقاف موقوف له رأي سياسي، ماذا تتوقعين أن يقول؟ يعني تمت التعامل معه بطريق يعني حسن المعامله او ان هناك نوع ولكن ايضا يعني استاذ عيسى هيومان رايتس ووتش تشتكي يعني بانها طلبت لقاءات من يعني اداره السجون في البحرين ولم يسمح لها في المره الثانيه بذلك. تقول بان يعني الحكومه البحرينيه تعهدت بان تحد او تعالج ثقافه الافلات من العقاب بالنسبه لافراد الشرطه، ولكن هذا لم يتحقق. مملكة البحرين تتعامل بشكل بناء مع شركائها الدوليين بما فيها العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم. نحن لا نختزل عملنا فقط في منظمة واحدة أو مؤسسة واحدة. المؤسسات القائمة الآن في البحرين هي مؤسسات مستقلة ودستورية وتتبع أفضل المراسة العالمية. طيب سيد عيسى، يعني سؤال يعني لأن هذا السؤال الأخير قد يكون في حديثنا، تقول بأن الإفلات من العلاقة لم يتحقق رغم وعود يعني الوعود بأنه سيتم محاسبة المقصرين، هل هناك متابعة وتحقيقات حقيقية لأفراد الشرطة أو لقوى الأمن الذين يقومون باستجوابات؟ يعني هل هناك عدد ما تذكره لنا بأن الحكومة البحرينية تابعت ذلك؟ هناك آلية واضحة تتبع من وقت الإيقاف أي موقوف حتى صدور الحكم ضده، وإذا كان هناك أي نوع من سوء المعاملة فهناك أيضا نظام قائم للتحقق من ذلك. في الفترة الأخيرة وذكرت أنت في تقريرك كان هناك اثنين من منتسبي مصلحة السجون الآن موقوفين يتم التحقيق معهم، وأيضا أكثر من 70 منتسب للأجهزة الخاصة بمصلحة السجون تم التحقيق معهم في الفترة الأخيرة، واتخذت إجراءات مشدد وفق القوانين أمام من تثبت مسؤوليته في أي نوع من سوء المعاملة. في البحرين لا يوجد أي نوع من سياسة متبناة في هذا الجانب، ونحن نرفض تقرير هيومان رايتس ووتش، تقرير غير متزن غير مهني ومضلل. عيسى عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، شكرا لك.